الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأهل والمال اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعلنا ممن صام رمضان مقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عبادك الذين وفقوا لقيام ليلة القدر فأصابوا ما فيها من الثواب وعظيم الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح ديار المسلمين اللهم أصلح أوطانهم وول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا شيخا إلا ثبتته، ولا امرأة إلا سترتها، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، ونحن في صحة وعافية وعيشة رغيدة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.